كشف القيادي في المقاومة الشبابية الشعبية في الموصل العراقية أبو ذنون عن كيفية دخول داعش إلى الموصل وتعهده بعدم المساس بالمدنيين بعد أن فجر مسجد النبي يونس، وهو ما دفع الشباب لحمل السلاح بوجهه. وقال أبو ذنون في لقاء حصري أجراه الزميل حسام الأحبابي إن ظهور المقاومة داخل الموصل انعكست إيجابا على الشعب العراقي بالداخل، وجعلت داعش يعيش حالة خوف وقلق من وجوده. يعني بعد العشرة الأيام العشر الأولى أعطى وعود للناس، القضاة وللمهندسين الأطباء وللجيش والشرطة ومتسلين يعني موظفين بعدم المساس لهم، ولكن بعد الأيام العشرة تعرضوا للجميع وقتلوا الجميع. بعد تفجير جامع النبي يونس أصبح الأمر يعني واضح جدا، وهذا اللي سبب قوة كبيرة لدى الشباب بالاندفاع لقتال داعش. أهم عنصر يعني اللي جعل الشباب يتطوعون ويتحركون من أجل قتال داعش هو تفجير جامع النبي يونس. الأول يعني هو يعني تأثير مفرح للشعب الموصلي الذي يعني انظلم تحت سيطرة داعش وهجر وقتل وفجرت المساجد والبيوتات وأيتام أطفال ونساء. يعني هذا يزرع أمل في قلوب الناس بأن هنالك أناس يقاتلون هذا التنظيم الذي جاء واغتصب هذه الأرض وقتل الناس. هذا من ناحية عامة للمجتمع الموصلي. أما كتنظيم داعش الذي جاء في أول أيامه، هو ما كان يظن هناك من سيقوم بالرد عليه. طبعا لكل رد فعل وتنظيم داعش لابد أن يواجه من داخل المدينة. بعد هذا الأعمال اللي حثت وصارت في مدينة الموصل من قتل تنظيم داعش واستهدافهم داخل المدينة وفي الأسواق وأمام المنازل التي اغتصبتها من الناس، يعني هذا حدث عندهم دوريات وخوف، ودلال الخوف والرعب الذي أصابهم يعني قاموا ينشرون دوريات داخل المدينة، سيطرات ليلية، سيطرات حتى في وضح النهار.